السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ إسماعيل كنا، مدرس بمؤسسة دعاء ديبوين مستوى السادس مادة اللغة العربية. تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في حصة جديدة، ودائما في إطار الدعم العام والشامل لمكونات اللغة العربية. اليوم سنكون مع مكون آخر وهو مكون الإملاء. إذن سنقوم بدعم عام، وسنعمل من خلال هذه الحصة على تثبيت المكتسبات السابقة في بعض الظواهر الإملائية. إذا تعرفنا مجموعة من الظواهر الإملائية، منها التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهمزة المتوسطة على الألف والواو والياء، ثم كذلك تعرفنا كذلك الهمزة المتطرفة، كذلك تعرفنا كتابة الألف اللينة في الأفعال والأسماء، ثم الأسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة. إذا كل هذه القواعد الظواهر الإملائية سنعمل على تثبيتها ودعمها من خلال مجموعة من الأنشطة. إذا ننتقل إلى التمرين الأول. إذا التمرين الأول، أصنف كلمة تالية داخل الجدول وفق المطلوب. إذا الكلمات هي صحراء، بنت، ليلى، مدرسة، راع، حلوى، سكت، صفراء، قاضي. إذا سأقوم بتصنيف أو سنقوم بتصنيف هذه الكلمات حسب عناصر الجدول. إذا أسماء ممدودة، أسماء منقوصة، أسماء مقصورة، أسماء تنتهي بتاء مربوطة، وأسماء تنتهي بتاء مبسوطة. إذا كل اسم سنضعه في الخانة المقابلة له والمناسبة له. إذا تعرفنا الأسماء المنقوصة، ثم الممدودة، ثم المقصورة، ثم كذلك الأسماء التي تنتهي بتاء مربوطة وتاء مبسوطة. بعدها ننتقل إلى التمرين الثاني. اكتب الكلمات التالية كتابة صحيحة. إذا هذه الكلمات كتبت، إذا تتضمن أخطاء، سنعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي توجد بها. الجزار، عمرو، هذه، أخرج. إذا سنقوم بكتابة هذه الكلمات كتابة صحيحة. ثم بعدها ننتقل إلى التمرين الثالث. إذا أتمم الكلمات التالية بهمزة مناسبة. إذا هذه الكلمات تنقصها همزة. إذا أفئدة، طائر، شؤون، فأر، مسألة، فئة، رؤوس، يائسة. إذا كل كلمة من هذه الكلمات سنعمل على إتمامها بهمزة متوسطة مناسبة، سواء كانت همزة متوسطة على الألف، أو همزة متوسطة على الواو، أو همزة متوسطة على الياء، كل حسب القاعدة الإملائية التي تضبطها. إذا أتمنى أن توفقوا في إنجاز هذه التمارين. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.